أنا نهاد النهار من مدينة كفرنبيل، نزحنا على بيت أبوه وقعدنا في مخيم، وهالمخيم هوني صارت علينا موجة شوب كبيرة. وعبقرة في على الأخبار قام أجا خبر أنه ميتين طفلين في أحد المخيمات من حر الشوب. أنا عندي قلاب وماله لا شغلي ولا عملي، لأنه نحن نازحين ما حدا بيشغلنا، وصافوا في هالمخيم. خطرت على بالي فكرة أنه روح أعمل له مسبح صغير لهالأطفال. رحت اشتريت تشادر، فصلت له تشادر في قلبه وبساع صهريج مي، وكل أطفال هالمخيم جبت هون عم يسبحوا فيه، وكل يوم بعد يوم ببدل لهم المي، وإمكانيات ضعيفة بلم بس حق صهريج المي 10,000 وبسبحهم يوم بعد يوم بكبر لهم المي. والشباب الصغار كلياتهم مبسوطين وكيفين على السباحة هاي. نحن عم نسبح هلا بالمسبح وفرحانين كثير لانه الدنيا شوب بالمخيمات. بنشكر عمو لانه عملنا المسبح، وعندنا نحن في المخيمات شوب كثير.